هل الشخصية من أصول سعودية؟ على فكرة أنا حاسس إنه عيب. وعملوا سبسكرايب بقى عشان إيه حفاظا على سلامتكم. ويلا بينا. ويلكم يوتيوب وفيديو جديد من سلسلة تحديات. أنا بتحدى المعبد السحري دلوقتي إنه يعرف وجه بارد تيوب الحقيقي. النهاردة جايب لكم تحدي جديد كده لذيذ ان شاء الله يعجبكم. بناء على طلباتكم احنا قلنا لكم عايزين تحديات ولا ببجي موبايل. كلكم قلتوا 71% يتهالي او اكتر قالوا تحديات. ان شاء الله نكتر من التحديات ونسيبنا من ببجي موبايل خالص. فيلا بينا نشوف تحدي النهاردة. تحدي النهاردة تطبيق اسمه تطبيق المارد السحري. التطبيق ده بيشوفك انت بتفكر في ايه وبيحاول يجيبها لك. مثلا شخصية بتكون بتعمل فيديوهات او اي حاجة مثلا هو بيحاول يجيب لك الشخصية اللي انت بتفكر فيه. فيلا بينا نفتح البرنامج مع بعض. دلوقتي دخلت على التطبيق بيقول لي عليك التفكير بشخصية حقيقية او خيالية سوف اقرأ افكارك. ماشي اما نشوف هيقرأ افكار ازاي. هدوس تحداني. ماشي يلا سؤال رقم واحد. احنا دلوقتي بنحاول نجيب وجه بارد تيوب الحقيقي واشوف البرنامج ده هيعرف او التطبيق ده هيعرف يجيب بارد تيوب ولا لا. فبيقول لي هل الشخصية ذكر؟ نعم ايوه طبعا بارد تيوب ذكر اما لا يكون انثى يعني. هل شهرة الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ لا. سؤال رقم 3 هل الشخصية متزوجة حاليا او سابقا؟ انت متجوز يا باري يا تيوب ولا لا؟ مش لا 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 باري تيوب اكيد مش متزوج. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية من أصول مصرية؟ الشخصية من أصول مصرية؟ لا. باري تيوب بيتهيألي سعودي. سعودي. هل الشخصية من أصول سعودية؟ على فكرة أنا حاسس إنه عيب. نعم. هل الشخصية نحيفة؟ المشكلة اللي أنا يعني هو باري تيوب ما بيظهرش وشه خالص يعني. ما بيظهرش بوشه في الفيديوهات فأنا عارف منين بقى اللي هو نحيف ولا تخين ولا فاية. هقول له مين الممكن هل تعيش الشخصية في مدينة الرياض؟ انا سمعت كده في فيديو من فيديوهاته بيقول ان انا بعيش في الرياض. هل تضع الشخصية نظارات؟ مش عارف والله بس هقول له مين الممكن يعني مين الممكن عشان انا ما اعرفش بردك هو وجه باليوتيوب ولا انتوا تعرفوه. هل الشخصية توأم؟ توأم مش عارف مين الممكن. سؤال 11 هل الشخصية توأم؟ ما هي هي من الممكن مش عارف. هل تعرف الشخصية ناروتو؟ بتهيألي دي شخصية كرتونية. هل تعرف الشخصية يعني باري تيوب ناروتو؟ وبتهيألي يعني انا حاسس ان انا سمعت الاسم ده بس مش عارف بصراحة. هل الشخصية علاقة بفيلم تويلت؟ ايه الفيلم ده؟ من الممكن هل الشخصية نشيطة للغاية؟ هي ممكن تبقى يعني النشيطة يعني ايه نشيطة مثلا في الفيديوهات مش عارف يعني قصده نشيطة في فيديوهات ولا نشيطة كحياة وممارسة ورياضة وكده. هقول له من الممكن. هل تتكلم الشخصية اللغة العربية؟ نعم تتكلم اللغة العربية. هل ظهرت الشخصية في لعبة كول اوف ديوتي؟ ايه السؤال الغريب ده؟ لا طبعا. هل تقدم الشخصية تحليلات لانمي ومانجا فيري تيل؟ لا ما لا لا لا. هل اسم الشخصية من اسماء الانبياء؟ لا برضه. هل تعيش الشخصية في مدينة جدة؟ نعم ايوه اقرب اهو. هل تزوجت الشخصية من اميرة؟ ازاي يعني لا قربنا اهو. هل ترتدي الشخصية نظارة طبية؟ من الممكن. هل الشخصية شقيق توأم في نفس فريقه؟ هل الشخصية شقيق وغالبا ممكن من الممكن يعني او من الممكن كله من الممكن. هل الشخصية موجودة على قناة MBC 3؟ الشخصية موجودة على لا يعني هو على اليوتيوب بس. هل الشخصية تطير؟ لا اكيد لا. هل تعيش الشخصية في مدينة جدة؟ نعم. هل الشخصية لحية قصيرة؟ انا لا اعلم.
هل الشخصية موجودة في فورتنايت؟ لا. هل هناك أغنية مخصصة للشخصية؟ لا. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ اللي هو باريت يوبي يعني بيلعب باللعب، بيقعد يلعب كتير. هل الشخصية يلعب ماينكرافت؟ وبصراحة من الممكن يكون باريت يوبي بيلعب ماينكرافت، هدوس من الممكن. هيجيب للشخص اهو، هيجيب للشخص. مش ممكن. جاب لي مين؟ جاب لي سبوكي. سبوكي ده يعني يوتيوبر ايطالي من السعودية بردك، بيلعب العاب. لكن المشكلة انه معرفش بردك المارد السحري، معرفش يجيب وجه باريت يوبي الحقيقي. حتى المارد السحري معرفش يجيب وجه باريت يوبي الحقيقي. انا والله انا كنت حاسس ان هو خلاص كان قرب يجيبه، لكن هو في الاخر جاب سبوكي اللي صاحب قناة في اليوتيوب. فبس كده، هو ده فيديو النهاردة. للأسف حتى المارد السحري معرف، يعني هو معرفش كمان يجيب وجه باريت يوبي الحقيقي للأسف. يعني حتى يعني ما جابوش صح، حاولت اجيبه عشان هو احنا ما نعرفش وشه، فحاولت اشوف ممكن المارد السحري يجيبه ولا لا، قلت اعمل فيديو. فبس كده، يا ريت نوصل المقطع ل50 لايك، وشكرا على مشاهدتك ليا. فبس كده الفيديو خلص، يا ريت تنزل تحت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو انت جديد. فبس كده، كان معكم اي بي فيديو، نشوفكم في التحديات الجايه او الفيديوهات الجايه او الفلوجات الجايه، والسلام.